طيب بالنسبة للثلاث ألوان دول، هما الثلاث الألوان بنتكلم فيهم في برنامجنا أو بتعتمد فكرتنا على الثلاث ألوان الأحمر والأسود والأبيض. هما من أول ما بنتولد بنلاقي إن الألوان دي هي اللي بتتحكم في حياتنا. لو قلت الحسن الرداد أقرب لون لشخصيته؟ أبيض. ليه؟ لأن أنا بطبعي ما بحبش المشاكل خالص. عندي وجهة نظر إن الحياة صعبة جدا وفيها مشاكل كتير، لازم ان انا اواجه الحياه دايما او ابقى عندي عامل في حسابي ان في مشاكل هتحصل لي في حياتي. اكتر ليله سودة في حياه حسن الرداد ما يقدرش ينساها ابدا؟ اكيد اكتر ليلتين سود لوفاه ابويا واخويا، دي تبقى اقصى. الله يرحمهم دي اكتر حاجه. والليله البيضة، اكتر ليله بيضة حلوه في حياه حسن الرداد؟ يعني فرح اختي مثلا، ده ليله بيضة بالنسبه لي. طبعا شغلي في السينما لما دخلت معهد فنون مسرحيه وقبلوني، ده كانت ليله بيضاء بالنسبه لي. كل عمل او كل فيلم، يعني كل نقله في حياتك يعني او مرحله في حياتك، بدايه لما الاستاذ خالد يوسف اخذني معاه كانت ليله بيضاء بالنسبه لي. بعد في خيانه مشروعه؟ في خيانه مشروعه. بعد كده تاني سنه الاستاذ نور الشريف اخذني في الدالي، كانت ليله بيضاء حياتي. بعد كده النقلات اللي بتحصل في حياه الواحد من كل فتره سواء في مسلسل او في فيلم بالنسبه لي ليله بيضاء. ليلة مسامة المصري استغلت أحد المشاهد اللي صورتها معاك في نظرية عمتي ونزلت على اليوتيوب. الليلة دي تلونها بإيه؟ وعادي ولا أي لون، أنا ما أعرفش هي اللي حطتها ولا الناس اللي حطوهم. وبعدين واضح أنت ما بتعرفش حاجات كتير. ما أنا ما بركزش خالص في الحاجات دي. وبعدين بصيت أنا عليها فلقيت مكتوب فضيحة حسن الرداد وسامة المصري بالزبط. وما شاء الله يعني ممكن عندي حاجات، أنا عندي حاجات نازلة على مثلا اليوتيوب فبتلاقي ليها عدد معين، دي محطمة الأرقام. لا وهي كتبتها يعني كان مكتوب فضيحة سامة المصري عارية مع الفنان حسن الرداد في رمضان. يعني كمان اللي مكتوب على الفيديو كان ده كان مشهد في فيلم نظرية عمتي، وكان مفروض إن أنا عامل مذيع وبستضيف راقصة، ومشهد كان حواري مفيش فيه حاجة، وفي أغنية بتغنيها وأنا وهي بنرقص في الاستوديو. فنزلت دي، بس أنا ما بركزش في الحاجات دي خالص، إن دي تستهلك طاقة منك كبيرة جدا، والواحد عنده حاجات كتير أهم في حياته. طيب إيه أكتر إشاعة بتضايقك، اللي بتيجي من صحفي ولا اللي بتيجي من زميل ممثل أو ممثلة؟ هو أكيد لو ممثل زميل عارفك كويس ويتكلم عنك في حاجة فأكيد ده يضايقك أكتر، لأن الصحفيين في صحفيين بيقولوا معلومات حقيقية، وفي صحفيين قطع كبير جدا منهم بيعمل بروباجندا، بيبقى ما يعرفش الفنان ويقوم قايل أي حاجة. يعني مرة حد بس بدون داعي لذكر أسماء كتب عني نقد كلام سيء إن أنا عملت الدور بشكل وحش جدا لمصلحة حد معين وكان باين، وبعد فترة قابلت الشخص ده. مين النقد ومين الحد؟ لما قابلني فبقول له تكتب عني كذا كذا عشان هو الشخص ده، عشان مين هو؟ فنان تاني او فنانه تانيه. مين؟ ما فيش داعي. عشان فنانه؟ عشان فنانه. علشان فنان. الحاجات دي كلها انا بحطها ورا ظهري وبركز في طريقي وخلاص. مركز في هدفك.